لا زال نتواصل ونستمر معكم مشاهدينا الأكارم في صباح الشروق، خليكم معنا. منصور يا المريخ منصور، منصور يا الزعيم منصور، منصور يا المريخ منصور، منصور يا الزعيم منصور، منصور منصور منصور، منصور يا الزعيم منصور، منصور يا المريخ منصور، منصور يا الزعيم منصور، منصور 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 منصور. والجول باب الساحرة المستديرة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر صباح الشروق وعبر هذه الفقرة المخصصة للأحداث الرياضية. سعيدين بانضمام الزميل عثمان الأزباط المحلل والصحفي الرياضي، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير على المشاهدين الشروق. أهم حدث رياضي الليلة في السودان مباراة القمة بين الهلال والمريخ التي ينتظرها الجميع، يعني حتكون في مساء اليوم في شيخ الاستادات استاد الخرطوم. نعم، قبل مباراة القمة نترحم على فقداء الوسط الرياضي الزميل صلاح ياسين رحمه الله واسعة الذي توفى أمس، كان من الزملاء المميزين في الميادين الثلاث يعني في الإعلام والفن والإذاعة، وأيضا سكرتير عام نادي الهلال إدريس الحاج المعزل الذي توفى، أيضا هو من الذين ساهموا في تطوير العمل الجمركي في السودان وكان من علام الرياضة حتى أوصل سكرتير عام لنادي الهلال. نسأل الله أن يتقبل المعزل رحمه الله الرحمة والمغفرة. يوم الرحمة والمغفرة إن شاء الله. يوم اليوم يمكن مباراة القمة الهلال المريخ تستحوذ على اهتمام كبير جدا، يمكن الديربي من أشهر 10 ديربيات على مستوى العالم، من الأشهر وأقدم يعني، دائما الديربيات القديمة جدا على مستوى الوطن العربي والعالمي. إذا اعتبرنا انه مثلا في الاهلي والزمالك في مصر والكلاسيكو الاسباني ريال وبرشلونه في اسبانيا والديربي الارجنتين بين ليفربليت وبوكا جونيورز، و يعني دائما الهلال المريخ مبارياته تستحوذ على اهتمام كبير حتى على المستوى العربي تجد اهتمامه الافريقي، خاصه انه الهلال مشارك في البطوله الافريقيه. يمكن اليوم ترصد الاعين مدرب الاهلي المصري ومدرب النجم الساحل اعتبار انه حيواجه الهلال في المرحله القادمه. المباراه دائما يعني لا تحتكم لميزان القوه، كثيرا ما الفريق الاكثر جاهزيه خسر المباراه، فبالتالي هي مباراه فيها دوافع مختلفه ومباراه بطوله خاصه، دائما اللاعبين يبذلوا فيها مجهود كبير جدا حتى انه يحققوا، اي لاعب يسجل هدف في هذه المباراه يكون محط انذار، خاصه انه تسجيلات على الابواب، فبالتالي المباراه دائما فيها دوافع مختلفه حتى على مستوى المدربين. جمال ابو عنجه من المحاربين القدامى وهيثم مصطفى ايضا وحامد بريمة، اي مدرب حال حقق الفوز اعتبر يعني صلاح احمد ادم ايضا، فبالتالي المباراه حتكون صعبه على الفريقين وقويه. صحيح من حيث الجاهزيه الهلال اكثر جاهزيه ومن ناحيه فنيه افضل، خلال المباراه الاربعه الاخيره الهلال كان مستواه ثابت وتشكيله شبه ثابته، الاداء كان في نتائج واداء كان مقنع جدا في المباريات الاخيره عكس المريخ، اللي يمكن المريخ بسبب التغيرات في مستوى الاجهزه الفنيه حصل تراجع في الاداء، على اعتبار انه اي مدرب له طريقته في اللعب، كان مدرب الجزائري ومن بعد خلفه جمال ابو عنجه، لكن جمال ابو عنجه
بحكم خبرته الكبيرة في مباريات الهلال والمريخ سابقا يعرف كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي الوضع هيختلف في مباريات القمة، دوافع اللاعبين أيضا تختلف، ولكن واضح أنه المريخ بيعتمد على لاعبين المنتخب الأول، بدليل أنه خسر مباراة الامتداد بالبدلاء، بدلاء الهلال أفضل على مستوى كله الخطوط. ظروف المريخ يمكن الإدارية والمالية انعكست سلبا على مستوى الفريق في الدوري الممتاز، فبالتالي ده منح الهلال أفضلية لأنه لديه بدلاء. فظلنا المباراة الودية قبل القمة، الهلال فاز على مريخ الفاشر والبدلاء بثلاثة أهداف، مريخ الفاشر كان لاعب بتشكيلته الأساسية، المريخ خسر أمام الامتداد بهدف بالبدلاء، لما عاد لاعبي المنتخب الأول حقق الفوز على مريخ الفاشر. التنافس في 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 المستطيل الأخضر، لكن على المدريات أيضا هنالك تنافس مختلف، يعني المباراة يمكن أيضا لديها خصوصية لا تقام على أرض أي من الجمهورين، تقام في أرض محايدة، يعني جماهير الفريقين هم برضو دائما يتكلمون، الجمهور ده هو اللاعب الأساسي أيضا في المباريات. نعم، ممكن المباراة تحويلها لاستاد الخرطوم كان قرار موفق، باعتبار انه ملعب المريخ كان ارضيته سيئة جدا ومحتاجة لعمل كبير خلال الفترة القادمة. يعني تحويل المباراة ساهم بقدر كبير في الحفاظ على اللاعبين، لانه كان ممكن يتعرض لاعبي الهلال المريخ لاصابات طالقة جدا، خاصة انه الهلال ينتظر مشوار افريقيا صعب، وبالتالي اي فقدان اي لاعب يساهم في مكلف طبعا بالتأكيد. غير كده يمكن يعني مع ظروف المواصلات في البلد، يعني المباراة في الخرطوم يمكن وفر للجمهور فرصة كبيرة جدا للمتابعة، خاصة انه كان الجمهور يعني الناس اللي بيجوا من الكلاكلة والجبل الاولية بعيدة عن درمان، فبالتالي الخرطوم سنتر والمواصلات متوفرة في باعتباره مركز، ايوه، فبالتالي اتوقع حضور جماهيري كبير جدا خلال مباراة اليوم. القطر برضه بسهل شوية اكيد اكيد يعني طيب يعني طالما في اعداد كبير جدا بالنسبة للفريقين خصوصا فريق الهلال، احنا بنتوقع ممكن نقول رقم في 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 نتائج المباراة اليوم ولا نخليها مفتوحة عبر والله هو في تفوق واضح الهلال والمريخ منذ تتوقع النتيجة تكون كم طيب؟ والله صعب التكهن بنتيجة الهلال المريخ، لا بس صعب جدا التكهن بها. المباراة الهلال المريخ في الدوري الممتاز منذ انطلاقته عام 96 تلاقوا 46 مرة، كان في تفوق واضح، الهلال فاز في 22 مباراة مقابل 8 انتصارات للمريخ، وتعادل الفريقين في 16 مباراة، فبالتالي الهلال تفوق في الدوري الممتاز كان واضح على المريخ والفرق شاسع. نعم ده بالنسبة للدوري الممتاز، صحيح في تفوق على مستوى كأس السودان والمباريات الثانية، ولكن في الدوري الممتاز تحديدا تفوق واضح للهلال، تفوق كاسح حقيقي. الهلال سجل 50 هدف في شباك المريخ مقابل 29 سجل لاعبين المريخ في شباك لكن الهلال. في بعض الأحيان الكرة دي بتكون حظ يعني بعد الإعداد. أكيد هي زي ما قلت لك، خلينا نقدم رسالة للجمهور. لكن كان داس الموضوع يعني حاولت كذا عادي ممكن تقول أنا مريخابية. أنا مريخابية في الإعلامية. ممكن نقدم رسالة للجمهور عبر هذا الصباح، يعني رسالة وعي كده عشان المباراة برضو الناس استمتع بها. نعم والله أخي نتمنى أن الجمهور الفريقين ينصرف للتشجيع فقط، لأنه في النهاية يعني ويتقبل الهزيمة سواء كان الهلال أو المريخ فايز، تقبل الهزيمة أمر مهم جدا، ينصرف للتشجيع، نتمنى أنه ما تحدث أي احتكاكات بين جمهور الفريقين، أي فريق يشجع وأي فريق ناديه خسر يتقبل الخسارة بصدر رحب، الاعتبار كرة القدم معروف فيها الهزيمة والتعادل والفوز، انصراف للتشجيع والتشجيع المستمر ما بالقطاع زي ما تعودنا في المباريات يساهم في بث الحماس وسط اللاعبين وممكن نشهد مباراة، نتمنى أنه اللاعبين ذاتهم ينصرفوا لأداء اللاعب ما يلعبوا على أجسام، دائما هي المباراة هي المريخ بيكون فيها احتكاك وأقل يعني مثلا حصلت مخالفة ممكن يكون في نتمنى أنه ينصرفوا ونتمنى أنه يكون في تحكيم جيد، وانه التحكيم دائما في مباراه الهلال المريخ هو اللي بيساهم في يعني في على الجمهور الاحداث والمشاكل التي تحدث في المدرجات، نتمنى انه هو الحاجات دي كلها احنا نتابعها بعدين يعني ان شاء الله. نعم. في مباراه اليوم بالنسبه للمباراه اول مباراه قمه في 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 بعد الثوره المدنيه يعني بعد نعم. الثوره والتغيير اول ديربي ان شاء الله يكون بس ثوره وعي برضه، نتمنى ان تكون ثوره وعي على مستوى الملعب ومستوى المدرجات والتحكيم، التحكيم يكون نظيف حتى ان الفريقين يقدموا مباراه جيده ان شاء الله. يعني المباراه بعد الثوره والمباراه في دوله المدنيه نتمنى تكون مباراه بمستوى التغيير الحاصل في البلاد، في 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 يعني يعني في غاسم مشترك في الفريقين الهلال والمريخ على مستوى خط الوسط، يعني دائما مصدر القوه في الفريقين في وسط الملعب، المريخ بتميز بالمهارات الفرديه عندنا احمد حامد الكش ومحمد الرشيد، الهلال بتميز بالجماعيه في سليم محمد و شغيل وابو عاقله وصهيب الثعلب، في جماعيه في الاداء في الهلال وفي مهارات فرديه في المريخ، فالوسط الملعب هو بحكم سيطرته على المباراه من واقع انه تميز الفريقين وممكن هو يساهم في حسم المباراه اليوم. في كروت رابحه في الفريقين في المريخ فتش ورمضان عجب هم بتألقوا مع المنتخب والمريخ في الفتره الاخيره، وكثير من الانتصارات كانت يعني تمريرات طلعت من اعضاء اللاعبين لانهم بيقدموا افضل مستوى هذا الموسم. في الهلال في سليم وصهيب ووليد الشعله ومحمد مصطي، هم دي يمكن اكثر اوراق رابحه، ممكن المدربين
يعني ممكن يستفيدوا من امكانيات اللاعبين ديل حتى يحسموا المباراه. برضه عثمان في حاجه مهمه، يعني يمكن دي واحده من مباريات القمه النادره جدا اللي نحن في التعليق والكلام عنها والتوقعات ما بنعتمد كثيرا على المحترفين، يعني يمكن دي فرصه للاعب السوداني انه فعلا يعني يظهر بشكل كبير، خصوصا انه هذه المباراه زي انت ذكرتها هي تاريخيه، مباراه القمه هلال مريخ دي بتتابع يعني من عدد كبير جدا من الانديه. يعني صحيح، يمكن هو ذاته يعني مع الظروف الحاصله لادارات الانديه في الهلال والمريخ، زمان كان في العهود السابقه يمكن في محترفين من الهلال الصغير اسماء كبيره وتكون في اربع ثلاثه لاعبين مشاركين بشكل اساسي في تشكيله الهلال والمريخ، في بدلاء بتفوقهم خلال المباراه يمكن يكون بشاركه اربع خمسه لاعبين محترفين، كان في سيطره على التشكيله من المحترفين وكل الاهتمام بهم على مستوى الاعلام والجمهور والمدربين، ولكن في السنوات الاخيره مع الظروف الاقتصاديه الحاصله في البلد يمكن يعني معظم ما في محترفين بالمستوى اللي كان يعني موسم 2007 2008 يمكن في عهد جمال والي وصلاح ادريس كان في محترفين وضعوا بصمتهم وصنعوا الفارق في الفريقين، ولكن في الفتره الاخيره يمكن مع الظروف الاقتصاديه اللي هي المريخ الازمه الماليه اللي عاني منها المريخ ما في لعيبه بمستوى عالي، حتى الاجانب الموجودين في صفوف الفريقين ليس بالمستوى الكبير، يعني حتى انه ما بيعتمدوا عليهم المدربين في باستثناء مثلا جمال سالم في حراسه مرمى الهلال، وفي العديد من المباريات الاخيره كان في اعتماد على محمد نور ابوجه ويونس الطيب، يمكن نشاهد جمال سالم اليوم لانه مباراه صعبه على الهلال دائما بيعتمد على مصدر قوه جمال سالم وخبرته، ولكن بشكل عام الهلال المريخ بيعتمد على المحترفين، ودي فرصه للاعب الوطني انه يحقق مستوى جيد ويقدم افضل ما عنده حتى انه يساهم في اداء جيد للفريقين وحتى ان القمه تخرج بشكل جيد ويستفيد منها الهلال اعداديا في المنافسه الافريقيه اللي تنتظر مباريات صعبه في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات امام بنتيميو وزمبابي والاهلي والنجم الساحلي، وايضا المنتخب الوطني في استحقاق الامم الافريقيه امام غانا وجنوب افريقيا وساو تومي وانتظروا جرعه تصفيات كاس العالم الافريقيه، وبالتالي في استحقاقات كثيره تنتظر الفريقين، نتمنى انه اللاعبين الوطنيين تكون فرصه انه يقدموا افضل ما عندهم، ونتمنى تكون قمه في كل شيء حتى تخرج صحيح. هذه المباريات هي حصاد التسجيلات والشوط بالنسبه للاعبين المحليين، حنذهب مباشره الى دوري الممتاز ونتعرف على دوري الممتاز. لكن سريعا في اقل من دقيقه، يمكن امس لعبت ثلاث مباريات كانت المفاجاه انه اليوم العطبر تصدر الدوري، فاز الاهلي شندي 2-0 وارتفع بنقاطه الى 21، نسينا انه ترتيب الهلال والمريخ بشكل سريع، الهلال في المركز الثاني برصيد 19 نقطه لعب 9 مباريات بتفوق على المريخ، انه هو لعب مباريات اكثر، المريخ لعب 7 مباريات وهو في المركز السابع برصيد 14 نقطه، المريخ لعب 7 مباريات والهلال 9 مباريات، في المريخ لعب اقل هو في المركز السابع والهلال في المركز الثاني، يعني فوز المريخ اليوم يمكن يصعد به يقترب كثيرا من الهلال. الامن عبر امس فاز على الهشندي وارتفع بنقاطه ل 21 نقطه، عنده فرصه انه لو الهلال المريخ تعادل الليله وكثير من المباريات بيكون بالتعادل هو ينفرد بالصداره على اعتبار انه التعادل يقفز بالهلال ل 20 والمريخ الى 15 نقطه هو يكون 21 تصدر الدوري لحين بدايه الجوله 11. ايضا فاز الاهلي عبر اول فوز له في الدوري من 9 مباريات، اول مباراه حقق فيها الفوز امس فاز على هلال الفاشر ارتفع بنقاطه الى 5 نقاط، كان فرق المؤخره بنقطتين فقط، والفوز نتمنى انه الاهلي يتجاوز المرحله الصعبه ويحقق انتصارات في الجولات القادمه حتى انه يخرج من الموقف الصعب. ايضا هلال الفاشر محتاج لترتيب وراءه وخاصه انه خسر مباريات كثيره في الفتره الاخيره ولا زال فرق المؤخره بتسع نقاط. ايضا اخر مباراه يمكن كانت في الدور الممتاز امس المباراه الثالثه هلال الابيض والوادي النيالي تعادل 1-1 في نياله، الهلال ارتفع ل 16 وبقى الوادي النيالي ب 15. اسمها الاصباط الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لحضورك لكل ما فتنا به من معلومات وتحليل، كثر خيرك. شكرا لكم وشكرا لمشاهدي الشروق. شكرا. شكرا لحضورك معنا، انتهى صباحكم صباح الشروق واصبحت كيف يا زول مؤكر في الفؤاد، يا زول معاي رغم المسافات والبعاد، ويا خاطره من نبض الشعر صحيت من بعد الرقاد. هي كانت حلقه اليوم مشاهدينا الكرام مخصصه لبيت الشعر بالخرطوم وهذا المهرجان في الدوره الثالثة، وشكرا للتيم العامل الموجود معنا من خلال هذا الصباح، شكرا للزميل احمد دايما. شكرا، الى اللقاء.